دابا انا طالباكم ورغبكم، بغيت نولي دابا نقرا، من دابا بغيت نولي نقرا ونقل ما كاينش، انا تنقي النهار وليل تنبكي على القرايه. حاجه بعد الميت كيخرجوا من قبل الوقت. الاذان الاذان في المغرب في رمضان الا ما سمعناش في التليفون ولا في التلفازه ما نعرفوش المغرب فوقاش كتاذن. لا واش كاينه شي باديه هنا باقا بلا جامع في هذا القرن؟ تابعي قناه صوت العداله، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. اليوم فيديو جديد من قلب المغرب العميق، إقليم صفرو بالضبط، دوار بغيول، تعاونية الورديين. اليوم جينا نشوفوا الحالة ديال هاد الناس، هاد الناس اللي حسوا براسهم أنهم عايشين في عزلة عن باقي المغرب. الناس ما عندهمش أبسط شروط العيش. كيف يعقل أن ما كاينش مستشفى، ما كايناش يعني مدرسة قريبة حداهم، ما كاينش جامع اللي هي حصرة، الناس كيبغيو تقربوا من الله ما كيلقاوش فين. الناس عندهم معاناة بالجملة. غادي نخليكم حاليا مع واحد احد الساكنه اللي غادي يعاود لكم على المعاناه ديالهم مع هاد الطريق اللي نهار كطيح الشتا كيوليو خصهم ضروري ما يخرجوش من الدوار. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفتي اللي قدم لي راسك وحكي لنا حاليا على المعاناه ديالكم اول حاجه مع هاد الطريق هذا. معك عبد الرحيم الزياني، هنا من ساكن في هاد التعاونيه الورديين، وعندي الارض هنايا في بوغيول. حنا هنايا مش حال هذه يعني، وانت كتشوف هاد الطريق، هاد الطريق راه 100 مات فرنسا 1950 ومقبل، وكانوا هنايا مصوبين وكانت الطريق وكانت كلشي. من بعد ما كنمشيو لعندهم كنقول لهم صوبوا لنا الطريق، انت تشوف واش هادي الطريق غادي تدخل في الشتاء؟ ما تدخلش. واش الا خرجتي سكانيا باش تخرج المنتوج ديالك ولا كذا؟ ما تدخلش، ما كاينش اللي يدخل عندك لهنا، خصك ديما التراكتور وخصك تخرجها له لهي، يعني كاينه المعاناه. ودرنا معاهم شحال من نوبه، قلنا لهم خصنا التغيير، خصنا التغيير، كيقول لك تسنى تكون ان شاء الله شي حاجه تكون، ولكن ما كاين والو. ملي كتهضر معاهم كي يعني حتى واحد ما كيستجب لك، ما كيستجبش. حنا في عزله، ابسط الحقوق ما كاينينش، انت شتي الطريق ما كايناش، الضو ما كاينش، زيد ما يعني هاد البلاصه في الليل يعني كتكون خطر عليك. كاين الحلوف، الحلوف كاين. جات تعرضت يعني الحلوف؟ خرجت فيهم، خرجت في 30 حلوف انا هنايا، 30 حلوف والله الا 30 حلوف خرجت فيهم هنايا. حاولتوا يعني انكم يعني تراسلوا الجماعه باش انكم يديروا لكم هنا الضو؟ ما عينا نراسلوا، داكشي كيتبدل كل خمس سنين، كيجي رئيس يعني كتكون واحد، ما كاينش شي واحد اللي كتلقاه هو اللي تهضر معاه نيشان، يعني كاين ديما التغيير. ديما كيقول لك هو ما هضرتوش مع اللي كان مقبل، لا حنا عاد جينا جداد، حنا غادي نقدوا نديروا شي حاجه، حنا غادي نقدوا يكون شي حاجه للقدام، ولكن يعني ديما كيعطيكم وعود وكيخليو وعود والو. هادشي هادي راه الطريق الوحيده اللي شاده ما بين الجماعه ديال اقبال وقرار وما بين شراردة. حنايا الحضره الا شتي هنا مور هاد الكديه راه شراردة، حنا جينا في عزله. يعني داك الناس اللي تما الى نهار كطيح الشتا كيولي صعيب عليهم باش انهم يدوزو. صعيب حيت علاش؟ حنا دابا جينا في الحداده، بحال اللي تقول جينا في التالي، ما بيننا وبين فاس، بيننا وبين الواد، يعني كتسمى في عزله، ما جيتيش في السونطار في الوسط، لا جيتي بينك وبين شراردة. يعني صافي هما مصوبين عيون السمر، الجماعه بوغيول لداخل الجهه ديال التعاونيه الورديان والفيرمات الزياني ما كاين شيء. ما واخا شكرا لك، ان شاء الله يوصل الصوت ديالكم للناس المسؤولين. متابعينا كيف ما شفتوا معاناه بالجمله في هذه المنطقه هذه. بلا ما نطول عليكم نخليكم ايضا مع بعض التعاليق ديال الناس اللي ساكنين في الدوار. كان معكم رضا والسلام عليكم. الاسم ديالي فدوى، وكنيتي الوجقالي، والسنه ديالي 15 عام، وانا باغا نقرا، الا كرهت نولي من دابا نقرا. علاش تقطعتي على القرايه؟ لحقتش من الشعاب ومن الحلوف، وخرجوني والديا، خافوا عليا من هذا الشعبه هذه، وحالتنا هي حاله، وفاش تتكون الوقيته ديال الغيث تنمشي وي بالدراع، تنجي وحالتنا حتى لهنا عامره بالغيث. انا الخمسه ديالي كملت اي بالدراع، كملت اي بالدراع، والسته بغيت نكملها دابا. انا طالباكم ورغبكم، بغيت نولي حتى دابا نقرا، من دابا بغيت نولي نقرا ونقل ما كاينش، وانا تنقي النهار وليل تنبكي على القرايه.
وكنت مجتهدة وباغا نرجع نقرا. انا خويا ما عندناش الطريق، عندنا لا بيست مدقدقه، ما كتبغي تخوي هنا لا حديد لا حتى شي حاجه، كتجي شي عيطه هكا على العائله شي مرض ولا شي موت ما كنلقاش باش نخرجوا، الدراري كيمرضونا ما كنلقاش باش نخرجوهم، ترانسبور باش نخرجوا هنا باش نتواصلوا للمدينه ونديو الدراري للطبيب ما عندناش، لا بيست ما صوبوهالناش، ترشحنا على المرشحين ديالنا والمسؤولين ديالنا، ما صوبوا لنا الطريق، ما جابوا لنا ناقل، ما حتى شي حاجه، الحاله ضعيفه، الخدمه ما كايناش، الوليدات ضايعين، كلشي ضايع، الحاله حالة الله، كتكون هنا شي مرا كتولد بالليل كنعيطوا على الامبيلونس ما تجيش، الترانسبور هنا ما كاينش، كاين هنا راجل واحد اللي عنده الطوموبيل ديالو كيخدم بها، نهار اللي كيكون وكتكون شي حاجه راه كيوصلنا الله يخلف عليه، نهار ما كتكونش كنبقاو حنا هنايا مليوحين، كنخرجوا الاولاد من هنايا مراضين، كنخرجوا على رجلينا حنايا هنايا مراضين، واخا ما قديش كنمشيو بالسيف علينا، هذا الشيء خويا اللهم هذا منكر، حنا عينا من هذا الشيء وعينا من هذا، كنطلبوا من سيدنا وكنطلبوا من الناس المسؤولين يتوجهوا لهذ الناحيه، رجالنا ما خلاو فين شكاو، ما خلاو فين مشاو، لا على الطريق لا على المدرسه لا على الناقل لا على اي حاجه، ما خلاو البلاصه اللي ما مشاولهاش الهضره ديالهم منفيه، وهذ البلاصه منفيه، ما كاين لا خدمه لا ردمه لا مواصلات لا ترانسبور لا طريق طايرينها لنا لا حتى شي حاجه. عايشين في عزله منعزلين هذه المنطقه هذه، لا جامع لا حتى شي حاجه، بنادم ميت كيخرجوا من هنا قبل الوقت، الاذان الاذان في المغرب في رمضان الا ما سمعناش في التليفون ولا في التلفازه ما نعرفوش المغرب فوقاش كتاذن، لا واش كاينه شي باديه هنا باقا بلا جامع في هذا القرن، راه ما كايناش، المدرسه هنا ما كايناش، الطبيب هنا ما كاينش، يعني عايشين كما كنقولوا حنا حاشاكم في غابه، ما منعزلين ما كيهضر مع هذه البلاصه حتى شي واحد، لا مع ناس كبار ولا مع ناس صغار. الشكل ديال البنت هي قالت لكم، البنت انا قلنا لكم الحلوف وقلنا لكم سيدي الطريق والشعبه 7 كورن 8 كتمشي البنت، نهار الشتاء والغيت كتجي البنت مكرفصه بالغيت. كان خاف انا عليها وكان خاف البنت بالليل كيجيو، والبنت راه وصلت دابا 15 عام، خوتها سيدي مشي عاصب خاصبها شي واحد في هاد الشعاب، وهذا هذا من الخلاوي من هذا دابا راه داروا لنا ترانسبور غير البنت تقرا، انا البنت مجتهده كتقرا كتجيب النتيجه ديالها هي هذيك، هي دايره راسها يعني باغا تقرا، ولكن هي دايره راسها باغيه تقرا، ترانسبور ما كاينش، التكرفيس ديال الطريق والطريق انتم شفتوا الطريق كيف مكرفصه وهادشي، حنا حالة الله ما هذاك واش كيطلبوا لكم يعني المصاريف ديال الترونسبور؟ الترونسبور طلبوا لنا سيدي النهار الاول داروا لنا 3000 جاب الاخر ولاو داروا لنا 4000 ريال، المناقل كيقول لك ما خلصتوا لنا 4000 ريال ولا هذاك، كينزلنا الدراري من الترونسبور كيقول لك ما تقراو، البنت كتضيع الحياه ديالها وتضيع راسها ديالها، ماشي غير بنتي انا كنهضر على الدراري ديال ولاد القبيله كلهم. يعني انتم حلقه على قد الحال؟ حنا الحالات على قد الحال، ما كناش نخلصوا حنا 3000 ريال والجوي اخر كيخلصوا 2000 الاف 15% 12%، وحنا هنا 3000 ريال 4000 ريال، حنا كنهضر على الدراري ولاد القبيله كلهم ماشي غير بنتي ولا بنت شي واحد، القبيله الطريق مكرفصه وكل شيء مكرفص والترانسبور بعيد، كنخافوا على الدراري نهار الشتاء والغيث كيجيو مكرفصين، كتكون الشتاء قويه والغيث ما كيمشيوش، كيضيعوا 3 ايام 4 ايام 7 ايام ما كيمشيوش للدراسه ديالهم، كيبقاو المعلم يعني حاليا شي دراري اللي تقطعوا على القرايه يعني في خطره، كلشي اسيدي تقطع الدراري اللي ما ولدوا التكرفيس رحلوا للدوار، الدراري من الدوار رحلوا مشاو بحالهم، كاين اللي دخل للمدينه كاين اللي راه سمح هنايا فهذا ودخلوا للمدينه. احنا ديالنا احنا في الدوار ديالنا احنا ضايعين من اي حاجه، لا ناقل لا ترونسبور لا دراري المدرسة وشتا الطريق ضايعة، ما نستفدو من شي حاجة حنا كاع. عندك شي وليدات كيقراو؟ عندي 4 دراري كيقراو، المدرسة بعيدة علينا، الحالة حالة الله، الناس ما مهمشين، ما عندنا لا ترونسبور لا درنا الطلب على الناقل ما عطاوهناش لا مدرسي ولا ديال. علاش ما عطاو لكم؟ حنا ما عندناش هنا الطريق، حنا ضايعة الطريق ضايعة. عطاونا على الطريق حنا عندنا ضيعه، اي حاجه كتجي. الدراري اللي كيقراو يعني في الوقيته ديال الشتاء والاخر يعني كيتكرفصوا؟ كيتكرفصوا ما كيمشيوش للمدرسه كاع. ما كيمشيو. كينعزلوا على المدرسه ما كيدراسه ما كيقراوش كاع. الانسان كيجلس في الدار يعني كيقرا على المدرسه بسبب. لا اي البنات خرجوا من المدرسه الشعبه صعيبه ترونسبور اي والحلوف الدراري راه حنا عندنا ضايعين بزاف. واخا كل حاجه. عندنا الضو كاين والمكان ولكن طرق بها. الطريق عندنا فيها مشكل كبير، دابا حنا ترونسبور كنمشيو على كنمشيو على رجلينا، كنمشيو 10 كيلومتر على رجلينا باش ندخلوا للمدينه،
ترونسبور ما عندناش. انا براسي درت طلب على الناقل ما عطاوهليش ديال الدوار. قال لك اسيدي ما نعطيوكش. علاش ما يعطيوكش؟ ما بغاوش، رفضوا لي الطلب، رفضوه. الدراري انت كتشوف الدراري المدرسه ضايعين، حنا غير مليوحين في هاد الشعبه والحلوف و يعني انتم جالسين وخايفين؟ خايفين على راسنا بزاف وعلى وليداتنا، حنا ضايعين بزاف. باش كتبغيو تمشيو تسوقوا؟ ما كنلقاوش ترونسبور، كنقيلو تما كنمشيو ونجيو ما كاينش ترونسبور، ما كاينش. الطريق على عندنا ضيعه، الطريق كلها من اش كان بسبب الطريق؟ لا كله بسبب الطريق، هادشي هذا الطريق وهاد الشعبه اللي كيمشيو لنا النقل، النقل ما كاينش.